في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجميل من عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. أيها المستمعون الكرام عبر الأثير FM، أرحب بحضراتكم من جديد من هنا من عبر ميادين عاصمة الميادين وميدان الوثبة في أبو ظبي في هذا الصباح الجميل وهذه الأجواء الرياضية المميزة، استكمالا لانطلاقات هذا اليوم التي خصصت لانطلاقات سن الجذاع لأبناء القبائل. أتابع الأسماء التي انطلقت قبل لحظات مع انطلاقة الشوط الثامن الذي يحمل في طياته القعدان الجذاع المهجنات الأصايل، وهنالك 6 كيلومترات بانتظار المشاركين في هذا اليوم وفي هذا الصباح. إذا لحظات نتابع من يتواجدون هناك على مقدمة هذا الشوط، الشوط الذي يحمل في طياته 35 قعود جذع مهجن في هذا الشوط. نتابع الأسماء ونتابع صدارة الشوط في هذه اللحظات مع هذه الأشواط التي بدأت إعدادها يتزايد شوطا تلو شوط شوطا بعد شوط ومقدمة هذا الشوط والصدارة. أتابع لمنطلق على المقدمة النمر على صدارة الشوط، زايد بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين على مقدمة الشوط، وهنالك محمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يتابعه ويضمره. المركز الثاني وصل رياض على المركز الثاني، محمد بن ركان بن حسن المنصوري على المركز الثاني وثالثا. أتابع في هذه اللحظات انطلاقة مجمل جابر بن حمد بن جابر الحزاب المري رابع المراكز، أتابع رابع المراكز هذا شعار بن شابل نعم ينطلق مع سراب صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على مستوى رابع المراكز. أما خامسها فهنا الوصول من الصرعمين في هذه اللحظات. الصيرمي في هذه اللحظات يتواصل على مستوى خامس المراكز، ناصر بن صالح بن طرشوم العامري تسلل وانطلق إلى رابع المراكز. سادس التحديات وتابع مثير على المركز السادس سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري على المركز السادس. أما سابع المراكز وتابع هنا الوصول والانطلاق من عزام أحمد بن غالب بن علي المنصوري، وثامنا في هذه الأثناء أتابع شاهين على المركز الثامن هنا بانطلاقة شعار محمد بن حمد بن جابر الهدفة المري. في هذه الأثناء يتواصل ويقدم لنا شاهين في هذا الشوط المركز التاسع، تاسع المراكز وصل متعب في هذه اللحظات أو وصل مجبور بشعار راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، ثامن النداءات. أتابع من وصل في هذه اللحظات الذيب سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الكتبي وصل على المركز الثامن وتاسعا، باروت على المركز التاسع سلطان بن سالم بن سليم العامري. أما تعاشر المراكز وختام النداء الأول وتابع وصول حبشان هنا بشعار سيف بن ثعيل بن الحاي المزروعي من يقدم حبشان لنا على عاشر المراكز. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون والمستمعون الكرام الأفاضل ليتحول من جديد إلى مقدمة هذا الشوط إلى صدارة الشوط في هذه الأثناء. يتابع الصيرمي على المركز الأول، ناصر بن صالح بن طرشوم العامري على مقدمة الأسماء وعلى الصدارة، يقدم الصيرمي في هذا الأداء القوي والشجاع والكبير على صدارة الشوط بالرقم واحد على المركز رقم واحد. المركز الثاني أيضا من يحمل الرقم اثنين هنا سراف في هذه اللحظات وصل شعار بن شابل المري، وصلوا أهالي قطر والدوحة وممثلي الشحانية صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري
يقدم لنا سراب على المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات أتابع عزام اللي على النواميس. عزام انطلق أحمد بن غانم بن علي المنصوري على المركز الثالث في هذه اللحظات ورابع المراكز في هذه الأثناء. وتابع المنطلق من الجانب الآخر في هذه الأثناء. وتابع من ينطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات تسلل إلى المركز الثاني. وانطلق رياض في هذه اللحظات. تحرك رياض إلى صدارة الشوط. محمد بركان بن حسن المنصوري تسلل بهذا التسلل القوي والكبير على صدارة الشوط. المركز الثاني في هذه اللحظات عزام 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 أحمد بن غانم بن علي المنصوري. ولكن من تسلل في هذه الأثناء ووصل على أول لدى على المركز الثاني الطاير وصل في هذه اللحظات عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. يقدم لنا الطاير في هذه اللحظات بهذا المستوى الكبير 1200 يا هل القعدان الجذاع المهجنات الأصايل ومقدمة الشوط والصدارة في هذه اللحظات مع رياض محمد بن راكان بن حسن المنصوري. ولكن الطاير طار الطاير على المركز الثاني مع لوحة الكيلومتر الأخير. وثالثا هنا عزام على المركز الثالث وصل أيضا في هذه اللحظات سيد وصل على المركز الرابع حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. وخامسا أتابع متعب بشعار محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. ولكن الطاير على مقدمة الشوط الطاير على الصدارة الطاير والعصف الأبطال. ولكن سيد واصل على المركز الثاني. هنا شعار بن حفار المري أيضا هنالك المركز الثالث مع رياض بشعار بن حسن المنصوري. ووصل متعب في هذه اللحظات ليخترق الصفوف إلى الصفوف الأمامية. انطلق الدرعي محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي وصل مع متعب. تحرك في هذه اللحظات انطلق إلى مقدمة الشوط. ولكن الطاير على المركز الثاني بن سالمين المري. يقدم الطاير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. ولكن متعب هل القعدان متعب على صدارة الشوط متعب على المقدمة. محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي تهانينا والناموس لك على هذا الفوز. المركز الثاني وصل على المركز الثاني الطاير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز الثالث وتابع لحظات وصول اللي حصل على المركز الثالث في هذه اللحظات وصل حبشان نسيف بن ثعيل بن الحاي المزروعي. ورابعا وصل سيد على المركز الرابع بشعر حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. وخامسا وصل على المركز الخامس الفارس حسن بن سعيد بن كيلة العامري. لحظات التوقيت الزمني مع متعب من قدم المستوى الكبير في هذا الصباح الجميل هنا ليكون منطلقا في هذه الأثناء بشعر عبيد بن هنا من انطلق بشعر محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. والتوقيت الزمني لحظات وصول متعب في هذه اللحظات 9 دقائق 29 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك الدرعي على هذا الفوز. المركز الثاني وصل الطاير شعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وصل على المركز الثاني 9 دقائق 30 ثانية 7 أجزاء من الثانية. وثالثا وصل حبشان على المركز الثالث بشعر سيف
حبشان إذا حصل على المركز الثالث سيف بن ثعيل بالحاي المزروعي والتوقيت زمن 6 دقائق و31 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.